أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الدور المهم الذي يقوم به الإعلام في بناء الوعي والهوية الوطنية وترسيخ العادات التراثية داخل المجتمع. وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى تقديم الهيئة ورقة عمل أمام الحوار الوطني تستهدف الحفاظ على التراث وتشكيل الوجدان. سعيد جدا النهاردة بالحوار الوطني وتسليط الضوء على الناحية الثقافية وتشكيلها بالهوية المصرية، وده جزء لا يتجزأ من المجتمع حقيقة، والإعلام هو الجزء الخاص بالنواحي الثقافية أو ترسيخ العادات والتقاليد التراثية داخل المجتمع، والهوية جزء لا يتجزأ من قيم أي مجتمع ولازم الحفاظ عليه. نعم. النهاردة أنا قدمنا ورقة عمل بالهيئة الوطنية للإعلام، كلمنا على النواحي التراثية والمحافظة على التراث الخاص بماسبيرو. ماسبيرو الكائن العملاق اللي احنا بنتكلم منذ نشأته، بيحافظ على التاريخ بتوثيق الأحداث الهامة، سواء التاريخية اللي بنتكلم فيها، سواء الحفلات اللي كانت بتقام لأكبر الفنانين والمطربين، الأعمال الدرامية اللي كلنا تربينا عليها، البرامجية، كل هذه الأشياء. فاحنا الحمد لله انتهينا من جزء كبير جدا داخل الإذاعة المصرية، وابتدينا في الجزء الآخر اللي هو المرئي التلفزيون المصري. فطبعا كان في ورقة عمل تقدمت بيها النهاردة كهيئة وطنية للإعلام، والمحافظة على الدور التراثي إزاي، وده بيشكل الوجدان والقيم المجتمعية ودور ماسبيرو من نشأته حتى تاريخنا النهاردة.